عليكم، كيفكم يا صاطين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا محمد عمر بفيديو جديد. قبل ما نبلش بهذا الفيديو يا شباب، حاب اقول لكم خبر. للاسف يا شباب انا وقفت بث على الفيسبوك، ما عاد اعمل بثوث على الفيسبوك. التغى عقدي بسبب قله التفاعل. حاب اشكر كل شخص دعمني على الفيسبوك، كل شخص كان معي بالبثوث مباشره، متواجد معي بالبث المباشر، فتحياتي لك وشكرا لدعمك الاسطوري. بس للاسف خلصنا البثوث، رح نرجع اليوتيوب من جديد ان شاء الله. رح نصير ننزل كل يومين كل يوم فيديو، يعني رح احاول نشد شوي على القناه. ما بدي اطول عليكم كثير بالمقدمه. فيديو اليوم رح يكون فعاليه البوكس فوق الفاكتوري، رح اجيب اعلى كلات، رح يكون فايز بكود. اتمنى منكم تضغطوا لايك لهذا الفيديو، تشتركوا بالقناه اذا ما كنتم مشتركين، تفرجوا على التنبيهات عشان يصلكم كل فيديو جديد. فمن الان ومن الان فصاعدا ولا صاعدا يا شباب، المهم فاكر عليه انتم. رح نرجع مرة ثانية إن شاء الله للبطوط الشباب والفيديوهات، ورح نرجع نشد شوي على القناة، يعني رح تشوفوني كتير على اليوتيوب الفترة هذه. فتحياتي للجميع. رابط الديسكورد رح تلاقوه تحت بصندوق الوصف، رابط حسابي على الانستغرام كمان تحت بصندوق الوصف. بترككم مع الفيديو، مشاهدة ممتعة. 3 4 9، كلمة سر 3 4 9 يا شباب، 3 4 9، 3 4 9 هي كلمة سر، 3 4 9 هي كلمة سر. اوكي هاي بلشت ترمي شباب، رح نشوف مين رح يجي توكي، وان شاء الله بس الطياره تيجي على المكان المناسب شباب. اتمنى هذا الشيء، بس انه احيانا الطياره شباب بحسها متعطش باشا، مش عارف ليش. بلش الروم، والحمد لله الطياره صارت، يعني الطيار صراحه مش متعاطي اليوم، اموره تمام. مش عارف ايش هذا طلع اليمينين، شكله هو المتعاطي هذا اللي طلع اليمينين. اوكي رح نشوف مين رح يجيب توكي شباب بهذا الروم الاسطوري، ورح يفوز معنا بالكود. اكشن المس مشارك ليك هون. اوكي شوف العدد اللي نازل يا شباب. شفت العدد يا شباب؟ شوف كم واحد نازل. يا ويلي يا ويلي، مين اللي نازل تحت؟ في ناس ما راح تلحق. مين اللي نازل هيك متاخر ومش لازم؟ صح يا ويلي، بلش البوكسات بلش. مين اللي بيعمل ريوك قاعد تحت؟ اوكي قاعد بيصطاد واحد. شوف شوف ما عندي زر، كيف قاعد بيصطاد، قاعد بيصطاد. شوفوا ما عندي زر يا شباب، قاعد بيصطاد، بدي اصطاد واحد ريوك. اوكي يلا اعطيه اعطيه، يلا براس الحجر انطحه، براسك براسك انطحه. شو هذا؟ وين نازل هذا؟ روح انت في الضياع. اوكي باك، يلا باك باك باك، يلا سبب لهم ارتباك على السريع، جيب لهم بوكس، يلا اعطيهم هد يا حبيبي على اللاج اللي عنده. يا شباب هذا عنده لاج مليون، هذا باك. اوكي روح اللي بعده. لحد الان ما شفت بوكس انا صراحه مفيد يا شباب، بدي اشوف بوكسات، بدي اشوف هدات. مين في هنا واحد مشاكس؟ هذا وين نازل هذا؟ اعطوني لقيت هذيك الواد. اوكي يلا اللي بعده. اوكي روح يلا يلا سمايل، يلا سمايل، ايه سمايل، روح روح ارجع ارجع، اعطيه بوكس اعطيه اعطيه سمايل. ايه والله والله سمايل فاشل يا شباب. ايه مافيا، ايه المافيا، اعطيه اعطيه المافيا. ايه بيو، لا والله المافيا لما اشوف اهرب. ايش هذا اخوي عمرو؟ يا وحش كفو المافيا، كفو بطل. يلا الثاني الثاني مافيا، تستطيع تستطيع. ايه ايه يلا مافيا، يلا مافيا، يلا مافيا تستطيع تستطيع. اعطيه لايك لمافيا، اعطيه اعطيه لايك لمافيا. ايه مافيا، لا مافيا راح فيها. اوكي لازارت كفو اخذ الكيل. صار عنده 2 كيل. هذا ما بعرف نزل تحت وقاعد بيحاول يطلع فوق. في عندنا ديبال. اوكي مين جاب توب كيل لحد الان يا شباب؟ والله ما بعرف، استنى خلينا نشوف مين جايب توب كيل. اوكي في عندنا اوكي 3 كيلات 3 كيلات هو. اوكي 3 كيلات 3 كيلات، ما عندي زهر و كيشانلي، هذا كيشانلي. اوكي 2 جايبين 3 كيلات، معناته في لسه في امل يا شباب، لسه في ناس عندها 2 كيل، لسه حتى اللي عنده 0 كيل بيلحق. لا راح فيها كيشانلي، راح فيها. اوكي هذا صار عنده 3 كيل، ما عندي زر صار عنده 4 كيل. اولي كفو براس الحجر. والله لما حطيت عليك الكاميرا ببداية الفيديو ما كذبت. اوكي يلا سيلفر سيلفر، راح تستطيع ولا لا؟ يا ويلي راح فيها سيلفر. كفو كفو دي، شو اسمه؟ ديدو. يلا ديدو يلا ديدو، جيبي كيل جيبي كيل. هذا شو مسوي هون هذا الاثنين؟ انتحار على السريع. اليمينيه يلا معاد معاد معاد، عنده 1 كيل. معاد معاد عنده 1 كيل. يلا يا معاد افعلها يا معاد، جيب كيل يا معاد، استطيع يا معاد. اوكي كينج بوكس جاب 1. وين كينج بوكس؟ ما شفت مسمي حالك كينج بوكس؟ انت المفروض تو كينج البوكس، انت المفروض اشوف اسمك 20 مره انا بالفيديو. اوكي هذا يا شباب وراه وراه، هذا يا شباب هذا مصر يقتل هذاك، وهذا اللي ورا هذا مصر يقتل هذا، فمش عارف يا تواجه انت وهذا يا وهذا، فهنا مش عارف. كفو معاد يا ويلي كفو، معاد ولا مؤيد هذا والله ما عرفت يا شباب. المهم يلا عادي مش مشكلة، بس ان كلان نتفليكس يا شباب شو سوى هذا اللي كلان يا اخي، نتفرج على نتفليكس مع بعض. اوكي ما عندي زر، يلا رح جيب كيل 5 ام لا؟ يا ما عندي زر، يلا جيب كيل 5. لا 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 جاك كيل راس المسامير، راس المسامير والله راس الحجر ما راح تنفعك مع راس المسامير.
رسم المسامير والله بيدمرك بيدمرك. ايه يلا ما عندي صار. ايه شوف يا شباب، خلى كل الكلاوات وراح لعند هذاك، قال له قال هذول رؤوس مسامير مستحيل الحق معاهم، خلينا نروح لهذاك، هذاك وليه مساهله يا شباب، هذول رؤوس المسامير رؤوس المسامير. لا جابوا والله جابوا، كفى خمسة كلات، يلا خمسة كلات، هذا في الضياع وهذا في الضياع، يلا ظل هذول. بحب زيد، قول بحب زيد، هذا بنت ولا من جماعة بيبي وول؟ يلا معاد، معاد عندي توكل، بس اتوقع هو لحد الان انا ما عندي صار هو الفائز، لحد الان ما عندي صار، يلا ما عندي صار، يلا روح، يلا مؤيد روح درعم عليه مؤيد يمكن نجيبه، في عندك اثنين، ايه روح روح بيو، ايه 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 روح، والله تستطيع والله تستطيع، روح روح، تجيب هذول اثنين تكون فائز على فكرة، إذا جاب هذا وهذاك يا شباب بيكون فائز معاد، يلا معاد، ايه معاد ايه، يسعد دينك وحش! لا 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 ما ضل ما ضل غير هذاك فوق الفاكتوري ضل دور اثنين بس لا الباقي كله تحت تخيل الشباب ينزل لتحت يجلد واحد تخيل يفعلها تخيل يفعلها قول لا اعطاه بوكس كفو يلا ما عاد تخيل قول والله جابوا والله جابوا يا شباب تخيل تخيل الشباب تخيل ينزل لتحت يجيب كيل يا ويلي بيموت ما عندي زر يا ويلي والله بيموت يا ويلي والله بيموت يا شباب اذا بينزل لتحت بيجيب كيت انزل معاد انزل انزل صار عندك 18 لايك روح ادعس جيب كيت تكون فايز يا معاد ايه معاد ايه ايه يلا يا وحش كفو والله تستطيع كفو يا وحش كفو والله جابها والله جابها كفو 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 معاد كفو اه معاد السلام عليكم وعليكم السلام ايه هيك صوتك صار اسطوري عندي مايك خربان في عندي المايك خربان في البي سي في الهاتف في الهاتف اوكي انت اسمك معاد ولا مؤيد معاد معاد اوكي نطقته صح معناته الحمد لله اوكي معاد مبروك لك يا قلبي شو الكود بدك اياه يعطيك العافيه شو الكودات اللي عندك الكودات اللي عندي في الشوت الوردي وثلج حياته ما عندك شي الشوت جان لا والله ما فيش والحذاء الحذاء ما في لا في الشوت اوكي اعطيني الثلج بدك ترجع معاد هاي الكود الف مبروك لك يا قلبي تستاهل بدل الكود وبعدين تلاقيني في الانستغرام الف مبروك لك ونورت نورتني بالفيديو وتحب تقول شيء للمتابعين علي عمر محمد عمر اخوي والله عندي الكود والله مش شغال كيف مش شغال كتبت شوية اعطوني ايرور فيلد تو ريدم ذيس كود از انفاليد اور ريدمد عندك شرط الزهري انت معاه؟ عندي 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 عندك معناته والله يا قلبي ما في الا كود مش شغاله فاعتذر منك والله قلبي يعني كان بودي يعطيك الكود بس للاسف الو نعم يا محمد عمر وما عندي زهر والله نصيبك تفوز قول والله اسمع ما عندي زهر عندك عندك الشرط الوردي؟ لا لا ما عندك طيب معناته راح اعطيك اياه تمام اللي صارت انت فزت معي كثير هذاك جاب 4 كيل نزل لتحت اخذ كيل راح تقول خلص بحسب له اياه ما عندي صار دائما يفوز معي فنحسب له اياه لانه هو اول مره اشوفه عرفت؟ ايه فبعدين اجى دخل معي الاكواد نصيبه انه الشرط الزهري عنده والاكواد الثلج ما يشتغلوا عرفت؟ الحمد لله نصيبك الحمد لله اوكي ابعث لي نقطه على الخوا والله صحيح انا بعث لك رساله تعال يجي عندي كل شيء يقول لي ربحتي عند محمد عمر وانا يا بقى في الحال حيت جبت 5 كيلو ونص من جواله انا لا لا يا نصيب نصيبك شوف لفت واجت لعندك ايوه دخله اسطوريه هذه الله يلا وشكرا اوكي ماشي يا ما عندي زر الف مبروك حبيبي لك بتحب تقول شيء للمتابعين ما ينسوش لايك وبارتاج الفيديو اوكي قلبي ماشي يلا باي باي ما عندي زر والف مبروك لك حبيبي
اوكي حبايب قلبي، لهيك بنكون انتهينا من هذا الفيديو. ان شاء الله الفيديو يكون نال اعجابكم. الف مبروك على ما عندي زر نصيب يا شباب، والله نصيب، ما بعرف كيف هيك دخلت المواضيع في بعضها وفاز هو بالاخير. فتحياتي للجميع وشكرا لمشاهده هذا الفيديو. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناه اذا كنتم مشتركين، وتفرجوا التنبيهات عشان يوصلكم كل فيديو جديد. واللي حابب ينضم للديسكورد راح يلاقي الرابط تحت بصندوق الوصف يا اصدقائي. ومره ثانيه شكرا لكل اسطوره دعمني على البث المباشر، بس نصيب يا شباب، الحمد لله على كل شيء. تحياتي للجميع، اشوفكم ان شاء الله بالفيديو القادم. باي باي.